في قطاع السكن تشهد أحياء سكنية من صيغة عدل سلمت حديثا ظاهرة نزول مستوى أساساتها نتيجة هبوط طبقات التربة، وهو ما يهدد أحياء بأكملها بخطر الانهيار. وحسب خبراء، تعد الظاهرة نتيجة بديهية لغياب المراقبة البعدية للأحياء وعدم احترافية الدراسات الأولية. كريمة أشتوطاح تفصل. سنة 2005 تسلم هؤلاء السكان شققهم بهذا الحي من صيغة عدل. سنوات قليلة كانت كافية لتكشف عيوب إنجاز هذا الموقع. هبوط ظاهر لأسس العمارات والأرضية الخارجية بشكل لا تغفله الأعين. هنا بلي نشوفوا بلي هنا تبان بزاف بدات تبان. هاي لاكاب منها، هاي تبان، هاي من لاكاب راهي تبان. يعني هذا الشيء هذا مخوفكم انتم؟ كتبان بيان سي مخوفنا، احنا رانا في خاطر. نورمالمون برانسيب كي غير يشوفوا هكذا تجي لا ديال ولا تجي الاخرين يجوا يخدموا الخدمه تاعهم عاديه. ما كاين والو، احنا ما شفنا والو. احنا اللوكاتير لهنا اللي رانا سكان ما شفنا حتى حاجه باللي جديده. خبراء في مجال العمران يرجعون أسباب هذه الظاهرة التي تعرفها بعض المواقع في هذه الصيغة السكنية لغياب المراقبة البعدية للأحياء وعدم احترافية الدراسات الأولية للإنجاز. بطبيعة الحال هناك انخفاضات. هذه العملية أو الانخفاض في مستوى التربة حتى على مستوى التهيئة الخارجية عند مداخل العمارات الآن أصبحت وكأنها الآن مطبات، أو وكأنه فضاء 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 جبلي، ليس بفضاء حضر، ليس بوسط حضري. هنا التدخل يجب أن يكون سريعاً، أولا من خلال الخبرة، من خلال أيضا خبرة أو ما يسمى سي تي سي أو الهيئة الوطنية لمراقبة البناء، لمعاينة أيضا خبرة العناصر الحاملة أو هيكلة تلك العمارات، لأن هناك نزول على مستوى أو هبوط على مستوى الأرضيات. سيكون على وكالة عدل تحمل نتائج غير متوقعة في حال تحققت نبوءات المختصين، بينما سيكون على المكلفين بالمشاريع الجديدة احترام معايير اختيار الأرضيات وتهيئتها قبل البدء في الإنجاز.